مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية. كما عودناكم كل ليلة نطلع لكم بموضوع جديد يهم الجالية في كل أنحاء العالم، ومواضيع يعني بنحاول إنها تكون متنوعة بحيث إنها تجذب معظم الناس اللي بيهتموا في هذه المواضيع. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم وهو التجارة مع الصين، خاصة للمهتمين بالتجارة على الصين. الآن كنا بنعرف لما بدأ موضوع الكورونا كتير أمور تغيرت، والعلاقة مع الصين بنوع التجارة برضو تغير. في ناس بتحكي أنه راح تقل التجارة مع الصين، في ناس بتحكي ومن المتوقع أنه يزيد، وهذا اللي إحنا شايفينه الترند أنه صار الناس تطلب أشياء جديدة، شغلات تكنولوجية، الأمور الطبية، المعدات الطبية. في زيادة في عدد المستثمرين اللي صاروا يستثمروا في الصين والإقبال على التجارة والمصانع. عشان هيك اليوم حبينا نستضيف معنا أخ وصديق وعزيز، الأستاذ هيثم طلحة، هو عضو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، ليتكلم لنا عن كيف يمكن في صوت بخرخش، مش عارف عن مين. سامعني أستاذ هيثم؟ في خربشه فعلا جامده في الصوت، مش عارف كيف. طيب خلينا عندك استاذ هيثم، تقدر بس بدي اغلبك تطلع من البث وترجع تدخل مره ثانيه؟ ممكن طبعا، يا على راحتك، يلا احنا بنستناك. الاستاذ هيثم طلحة هو أحد العاملين في القطاع التجاري، بيقوموا بتسهيل أمور التجار العرب، وهو عضو في منتدى يسمى منتدى التجار العرب في الصين، أو منتدى الصينيين رجال الأعمال العرب في الصين. هذا المنتدى له كثير أعمال مهمة جدا في تعزيز العلاقة التجارة والأعمال بين الدول العربية والصين. سنتكلم معه عن أمور كثيرة اليوم. يرافقني طبعا دائما حبيبي وصديقي الأستاذ محمد تميمي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا نسيم، أهلا دكتور جمال. فعلا إحنا بنحاول جهدنا أنه نتحدث عن ما يمس المواطن العربي أينما كان. بنحاول نكون أبديتد في المعلومات اللي بتتطور وتتلاحق يعني بشكل متسارع حول العالم. اليوم معنا الأستاذ هيثم طلحة، ومثل ما تفضل الدكتور جمال، الأستاذ هيثم طلحة موجود في الصين الآن ويمارس أعماله التجارية، وهو عضو في ملتقى أو منتدى رجال الأعمال العرب في الصين. أستاذ هيثم عندك سماعة؟ سوري، عندك سماعة زي هاي؟ يا نعم. أفضل لو بتحطها، يمكن هو السبب. يا تفضل تفضل، خذ راحتك أستاذ هيثم. فاليوم راح نسلط الضوء على التجارة مع الصين. التجارة مع الصين خلال الفترة الأخيرة كانت من أقوال مختلفة، والحقيقة صار فيها إشكالات، خلينا نحكي، مع عدة دول. ربما يكون هذا الأمر بسبب الضغط اللي موجود على الصين، لأنه اكتشف العالم فجأة إنه هناك نقطة ارتكاز واحدة للتجارة في العالم وهي الصين. العالم كله يعتمد عليها، تقدم للعالم منتجات أساسية يحتاجها، وبالذات في المجال الصحي والطبي. اليوم راح نسمع من الأستاذ هيثم الوضع، وضع التجاري مع الصين. وخلينا نبدأ مع أستاذ هيثم بالوصف كمقدمة، كيف يمكن أن نصف التجارة مع الصين الآن عالميا؟ ما هو الوضع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني أنا أتشرف بتواجدي هذا اليوم على قناة كنار تي في، وطبعا أشكر دكتور جمال والأستاذ محمد التميمي، وإن شاء الله تكون يعني في نوع من الإثراء في هذه الحلقة. طبعا أنا هنا مقيم في مدينة جوانجو جنوب الصين. الصين تبلغ مساحتها حوالي 10 ملايين كيلومتر مربع. يعني الصين تبلغ حجم صادراتها ما يزيد عن 2.3 تريليون دولار في العام. الصين عدد سكانها يزيد عن 1.6 مليار من البشر. عندما قامت الثورة الصينية سنة 1948 واستقلت الصين عن الاحتلال الياباني، حاول ماو تسي تونغ في هذا الحين تحول أو تحويل الصين من بلد يعني كانت تحت خط الفقر وترضخ وخرجت من حروب الأفيون وكان الوضع مأساوي، كان نصف عدد السكان تحت خط الفقر. استطاعت الصين بداية النهضة الصناعية سنة 1978 وفيما يعني لا يزيد عن 60 عاماً أن تتحول من ذيل الأمم المتخلفة إلى قمة الدول المتقدمة. كان ذلك بسبب خطط إدارية، وكان بسبب هذا بسبب قرارات حكومية، والشعب كان يساعد حكومته على تنفيذ تلك القرارات. من هنا تحولت الصين إلى كما ترون ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. السر يا دكتور جمال، السر يا دكتور محمد، هو في قوة العامل العمالة الصينية على الطاقة الإنتاجية واستخدام قدر بسيط من التكنولوجيا المأخوذة من الغرب. استطاعت الصين أن تصل إلى ما هي فيه الآن. الصين تصدر لأكثر من 140 أو 150 دولة على مستوى العالم. الصين 15% من صادرات الصين فقط متوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. طبعا الصين هي تتميز بسهولة المنتجات، بدأت بالمنتجات الصناعات الصغيرة ثم انتقلت بعد ذلك إلى الصناعات الكبيرة كما ترون. الصين عند أو الصينيون هنا الشعب الصيني يعلم أنه بعد عدة عقود ربما هم يعلمون تماما أنهم سيتربعون على عرش العالم ويكونون السيدة الأولى كما يقال بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية. طب أنا بدي أسألك طبعا أستاذ هيثم، أنت شغلك تقريبا كامل في مدينة جوانجو اللي هي اللي ما بيعرف جوانجو اللي هي عاصمة التجارة الصينية، المصانع فيها في كل قرية، في كل حارة، في كل حي، في كل مدينة. يعني تعيشون في منطقة تجارية وصناعية، أكيد وضع الكورونا غير على التجارة، غير عندكم كتير أمور. بلغنا ما بعد الكورونا، كيف هل انعكس عليكم سلبيا أم إيجابيا؟ بالتأكيد يا دكتور جمال، عندما يعني حدثت أحداث فيروس كورونا في أواخر شهر يناير الماضي توقفت الحياة وحدث شلل كامل لمناحي الحياة في جميع مدن الصين تقريبا. دخل الصينيون جميعا في حجر صحي إجباري لمدة تزيد عن 75 يوم لم يخرج مواطن صيني من بيته إلى الشارع. طبعا بالتأكيد بعد انتهاء هذه في هذا 75 يوم استطاعت الحكومة الصينية وبقدر وبكم يعني شكل لا يقارن من التنظيم أنها تقضي على فيروس كورونا. الصين قضت على فيروس كورونا. أنا أستطيع أن يعني أن أتحدث أو أقول لكم هذا الخبر. الصين الآن أنا أمشي بحرية واطمئنان، أنا لست قلقا كما يعني إذا ذهبت إلى بلاد أخرى أو حتى إلى عدت إلى بلدي مصر. الصين الآن اتخذت الكثير من الإجراءات حتى تماما، يعني أنا كما أقول أحيانا في بعض الحلقات التي أقوم بها على البث المباشر على الفيسبوك، إذا تمشي نملة
في الصين وأصابها فيروس كورونا، الحكومة الصينية أو وزارة الصحة ستمسك هذه النملة. نيجي نقول على الجزء التجاري، طبعا الحياة حصل لها شلل، توقفت الأسواق، توقفت المصانع، توقف كل شيء. بداية من أواخر شهر فبراير أو أوائل شهر مارس ابتدت الحياة تعود جزئيا ولو جزئيا إلى الكثير من المدن الصينية. مدينة جوانجو هي مدينة تجارية في الأصل، وهي مدينة قديمة كان يمر عبرها طريق الحرير الذي كان ينطلق من مدينة جوانجو مرورا ب حتى مرورا بالهند وباكستان وهكذا، أو إما عن طريق البحر عن طريق المحيط الهندي ثم البحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر المتوسط وهكذا. الآن طبعا عندما حدثت أحداث فيروس كورونا المصانع كثير من الأنشطة توقفت. المدينة جوانجو بها كثير يا دكتور جمال من أشهر الأسواق التجارية على مستوى العالم. يوجد عندنا هنا على سبيل المثال أسواق الملابس، أسواق الأحذية، أسواق الساعات، أسواق النظارات، أسواق الجلود. هذه الأسواق كانت تعج بالبشر الأجانب من كل أنحاء الدنيا. حتى هذه اللحظة يا دكتور جمال 99% من هذه الأسواق مغلق حتى هذه اللحظة. الحكومة الصينية حتى هذه اللحظة تخاف كثيرا من التجمعات. طيب ما البديل؟ توجه هنا بقى، شوف هنا خطة استراتيجية الوقت. لما حصلت الصين طبعا أول دولة تعافت من فيروس كورونا، في هذا الحين ابتدى الفيروس ينتقل إلى إيطاليا وإيران وأوائل الدول التي تمت إصابتها بالفيروس، ثم إلى أوروبا وأمريكا وبقية الدول العالم. طبعا هجمت الدول العالم كلها احتياجا لهذه القطعة. هذه القطعة أصبحت يعني غيرت الحال من حال إلى حال. تحول نصف المصنعين والتجار في الصين من جميع التخصصات، تخصص الأحذية والملابس والنظارات وكذا وكذا وكذا، أغلقوا كل هذا على جنب، كله جاب مكان كمامات واشتغل بقى يعمل كمامات. حتى والله يا دكتور جمال سائق التاكسي كان يعرض علي علبة كمامات ويقول لي أتريد أن تشتري كمامات وتصدرها خارج الصين، سائق التاكسي وهكذا. ثم باقي المنتجات يعني مثل السانيتايزرز المعقمات، مثل تمبريتشر جن مسدس الحرارة، يعني دعوني أريكم بعض هذه المنتجات إذا تسمحوا، لأن عندي طبيعي عينات منها طبيعة فضل. العمل تفضل. طبعا يعني هون استغلال الوقت واستغلال الفرصة، يعني أتوقع أنه هذا هو اللي بيحكي عنه الأستاذ هيثم. الآن أريكم بعض هذه المنتجات، مثل هذا المنتج مثلا على سبيل المثال هو التمبريتشر جن مسدس الحراره. يعني عايز اقول لحضرتك يعني اذا مثلا قبل ازمه فيروس كورونا كان ليوجد مثلا ما لا يزيد، انا اظن ما لا يزيد عن نقول 50 مصنع على مستوى الصين مثلا او 100 مصنع يصنع هذا المسدس الحراره، الان اصبح ما يزيد عن 100,000 مصنع تم إنشاءهم فيما لا يزيد عن 15 يوما لإنتاج مثل هذا مسدس الحرارة ليباع لجميع أنحاء العالم بالملايين. أيضا مثل هذه الكمامات كما ترى حضرتك، يعني كما ترى هذه الكمامات، هذه الكمامات توزعها الحكومة الصينية. أنا عايز أقول لحضرتك أن الشعب الصيني يستهلك يوميا ما يزيد عن 2 مليار كمامة من هذه الكمامات. 2 مليار كمامة فقط هو استخدام الشعب الصيني، لأن هنا قانون الآن منذ أزمة فيروس كورونا يعني لا يستطيع أحد أن يخرج خارج بيته أو يسير في الشارع أو يذهب إلى أي جهة حكومية إلا إذا كان يلبس أو يرتدي الماسك. لا أستطيع أن أخرج في الشارع إذا كنت أرتدي الماسك. طبعا بالتأكيد هذا يعني ده طبيعي disposable، فبيتغير كل يوم إذا مرة أو مرتين في اليوم. أيضا يوجد نوع آخر من الكمامات التي يعني اشتهرت بها الصين ونفست بها المنتجات الأمريكية بالتأكيد، وهو الماسك اللي اسمه KN95. عايز أقول لحضرتك أصبح كل مصنع إذا كان يعمل في الملابس أو الأحذية أو الكمبيوتر أو يعمل في أي شيء يأخذ دور من المصنع ويجيب مكان على الأقل أو مكانتين أو ثلاثة أو أربعة من ماكينات الماسكات ويعمل هذه الماسكات. بالتأكيد حتى أن يقال أن شهر مارس الماضي دكتور جمال الصين صدرت لدول العالم ما يزيد عن 3 مليار ماسك تم تصديرهم من الصين إلى جميع دول العالم خلال 30 يوم. فطبعا حتى يعني أنا لا أخفي على حضراتكم، أنا حتى نشاط عملي التجاري كان في منتجات أخرى كثيرة،
ولكن أنا يعني تفاعلت مع الأزمة. الأزمة الآن هي فقط كل ما يعمل هو منتجات الوقاية، حتى نشاط شركاتي تخصصت أيضا في هذه أنواع من المنتجات الوقاية. فالآن نستطيع أن نقول 50% من التجارة هنا في الصين الآن تدور حول منتجات الوقاية الشخصية بشتى أنواعها ومختلفاتها. ولكن هذه الأيام أيضا المصانع كلها تعمل بكامل طاقتها، ولكن المشكلة لا يوجد زوار. من يريد أن يتاجر الآن مع الصين فقط عبر الإنترنت. واضح. طيب أستاذ هيثم، يعني إحنا كنا ملاحظين ومتابعين هذا الحركة وتغيير يعني البرودكت لاينز تبعت المصانع، وبالعكس في نورث أمريكا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في كندا كان في يعني إعاز وتوجيه للمصانع أنهم يغيروا إنتاجهم ويبدأوا إنتاج الماسك ويبدأوا إنتاج السانيتايزرز ويبدأوا إنتاج المواد اللي محتاجينها المؤسسات الصحية. لكن ستيل هذا ما ألغى الضغط عن الصين، وبقيت الصين هي المورد والمصدر الأساس في هذه المنتجات. الضغط هذا اللي صار على الصين أدى إلى شعورنا أن هناك ارتباك في التصدير. فصحيح المصانع الصغيرة تحولت إلى تصنيع الماسكات، تصنيع التمبريتشر جن، وتصنيع السانيتايزرز، وتصنيع هذه المصانع ما كانت عندها كواليتي سيستم بشكل المناسب اللي موجود عند الشركات أو المصانع الكبيرة، وهذا ترتب عليه فشل في الإنتاج، توزيع خاطئ، إرجاع كثير من المنتجات التي تم تصديرها، وضع محاذير على المنتجات الصينية. صارت المنتجات الصينية في لحظة من اللحظات بدل ما تكون مساعد صارت عنصر ضار عليه إشارات استفهام. هذا بالنسبة للبرودكت. ناهيك عن كلامنا عن الخداع والغش وعدم الوفاء بالالتزامات. راح الأستاذ هيثم. ألو أستاذ هيثم، أعتقد إجا التلفون. أوكي. طيب معك. أستكمل كلامي. فناهيك عن الخداع والغش وعدم الوفاء بالالتزامات اللي مطلوبة من المصانع والموردين اللي في الصين. طيب هذا هل كان تغيير الإنتاج؟ هل كان هذا الضغط عنصر مفيد إيجابي، ولا كان فعليا هو أمر سيء أعطاهم ضغط زيادة هم لم يكونوا جاهزين له بالشكل المطلوب؟ نحكي من 100 مصنع ل 100,000 مصنع خلال وقت ضيق. احيانا البعض يقول واو هذه بلد عملاق عظيم ان يصنع ذلك، ولكن مع وجود الاشكالات اللي كانت موجوده، الاخطاء في التصدير كانت موجوده، المنتجات اللي فيها كان يعني سوء في المنتج، نقول لا، على العكس تماما الوضع كان سيء، وهذا القرار كان قرار دمار وليس قرار مفيد. يعني أوفقك الرأي يا أستاذ محمد. صحيح هو اللي حصل بخسار شديد، إن فعلا زي ما قلت لحضرتك حصل هجوم كاسح على هذه المنتجات. أنا كنت بعمل زيارات، مثلا أعمل اتصالات عشان أروح أشوف مجموعة من منتجات الماسكات مثلا ولا حاجة، ويقول لي نعم إحنا مصنع ماسكات متخصص. لما أروح هناك فعلا كنت بلاقيه مصنع أحذية ومصنع أحد المصانع الحق اللي أنا رحتها فعلا كان مصنع شنط حريمي، ولكن واخد دور وعمل الماسكات. بالتأكيد حصل دربكة. ولما طبعا عايزين نقول إيه، اسمها منتج أزمة، والصين لم تدير الأزمة بجدارة في بدايتها، لأن فعلا ثابت اللي يصنع يصنع واللي يصدر يصدر،
بالتأكيد المنتجات كانت غير مطابقة للمواصفات، وده اللي حصل فعلا لما بعض المنتجات رجعت من أوروبا وبعض المنتجات رجعت من أمريكا. هذا صحيح، لأن أنا موجود هنا فعلا، وأنا أصدق هذه الأخبار عندما يقال لي أن شحنات مثلا كذا وكذا وكذا تم عدم يعني موافقتها للمواصفات مثلا. طبعا بيكتشف هذا دول حديثة زي أوروبا وأمريكا، عندها من الأجهزة ومن المعامل اللي تستطيع في نفس اللحظة تقول لك مثلا ان الماسك ده الفلتريشن بتاعه لا المفروض يكون 95%، طلع الفلتريشن 60% او 70%، ده صحيح. ولذلك كان بينعكس هذا لما لو تتذكروا حضراتكم لما ترامب كان بيطلع واسبانيا طلعت قالت ان في شحنه ربما تقريبا 400,000 تيست بتاع اللي هو التحليل كورونا طلع غير صحيح، لما الحاجات دي طبعا اثرت على سمعه الصين، ده حقيقي، واثرت بالسلب على سمعه المصدر الصيني، وفقد المصدر الصيني ايضا جزءا من الثقه التي كان يحتفظ بها لدى الشخص العادي يعني او الاشخاص العاديين اللي بيستخدموا المنتجات الصينيه في بقيه دول العالم. انعكس ذلك طبعا، حكومه بكين هي حكومه صارمه للحقيقه، طبعا ده اثر على سمعه الصين، فتعاملت الحكومه الصينيه سريعا. كنا نفاجأ يا دكتور جمال واحنا بنصدر بعض الاوردرات مثلا يقول لك اسكت استنى انتظر ويت ده في نيو انستراكشنز على من الجمارك تشاينا كاستمز. عايز اقول لحضرتك ان كنا بنصحى الصبح نلاقي قرار جديد، نصحى ثاني يوم قرار جديد، نصحى ثالث يوم قرار جديد، قرارات تشديديه صارمه. حتى وصلنا الان يا دكتور جمال يا استاذ محمد ان على سبيل المثال مسدس الحراره هذا يعتبر من الميديكال برودكتس، فاصبح عملوا ليستس حاجه اسمها الوايت ليست. الوايت ليست دي بتضم يعني مجموعه من مئات المصانع فقط هي من تستطيع تصدير هذا التمبريتشر جن. من قبل كان اي حد يستطيع تصدير التمبريتشر جن، لكن بعد الاحداث اللي حصلت اللي حضرتك ذكرتها اصبح فقط المصانع المسجله اللي هي مصانع منتجات متخصص يعني السجل بتاعها منتجات طبيه ميديكال برودكت هو اللي يستطيع تصدير هذا المسدس الحراره. ايضا على سبيل المثال هذا الماسك، الماسك ده منه نوعين يا استاذ محمد، برضو احب يعني يا ريت ان انا اقول شويه معلومات برضو اتمنى تفيد المشاهدين بتوع حضرتك. الماسك ده مش اي ماسك البسه، مش اي ماسك البسه، لا لازم الماسك يكون ليه مواصفات. في حاجه عندنا اسمها سيفيليان ماسك وفي حاجه اسمها سيرجيكال ماسك او ميديكال ماسك. الميديكال او سيرجيكال ماسك ده اللي بيستخدمه الاطباء والممرضين في المستشفيات لانهم اكثر عرضه لانتقال الفيروس بين المرضى وهكذا، ده بيكون نسبه الفلتريشن بتاعه تزيد عن 9 يعني لا تقل عن 99%، 99% فلتريشن. ده طبعا الماسك ده هو المشروع يتكون من ثلاث طبقات، طبقتين من حاجه اسمها نان ووفن، هذه الطبقه اللي انا ريت لو كان معي سيزر يعني كنت حاولت اوري حضراتكم إذا تسمحوا لي. نعم نعم عندي يعني دعنا نعمل تجربة عملية لمشاهدينك يا أستاذ محمد إن إزاي نعرف جودة الماسك. أعتقد دي حاجة مهمة لأن كلنا الناس حاليا كلنا أهلنا بيستخدموا الماسك. تعالى عشان نختبر جودة الماسك يا أستاذ محمد، طبعا هو بالتأكيد يحتاج إلى أجهزة مختبرية ولكن مش متوافر معنا، فتعالى نشوف الشخص العادي ممكن يعني يعرف إزاي. هقطع الماسك من هنا عشان انا اهم حاجه تهمني هي الطبقه الداخليه، هذا اسمه 3 بلاي ماسك يعني ماسك ذا ثلاث طبقات. طيب فين الثلاث طبقات؟ الثلاث طبقات لما نفتح الماسك كده دلوقتي تمام عندما افتح الماسك يا استاذ محمد هلاقي ثلاث طبقات، هذه طبقه، هذه طبعا اللي في الظاهر خارج دي طبقه اسمها نان ووفن دي طبقه نان ووفن، وفي الطبقه اللي جوه اللي هي الناحيه دي اللي هي بحطها انا على انفي دي اسمها برضو طبقه نان ووفن. اهم طبقه الطبقه اللي في النص يا استاذ محمد، هذه الطبقه اللي في النص، ادي طبقه، ادي واحد وادي اثنين وفي طبقه في النص اهي اللي هي البيضاء خالص اللي اسمها الملتي بلوين دي هي دي الفلتر بالمناسبه، هي دي الفلتر. طبعا انا كمواطن عادي مش هقدر احللها اقول نسبه الفلتريشن بتاعتها قد ايه، لكن ممكن اعمل ايه، ممكن بتجارب عمليه احنا بنعملها بسيطه، بروح انا اسف حاططها كده على يعني الانف واكتم كده واخد احاول ناخد نفسي يعني
لو لقيت صعوبة ان انا اخد نفسي يبقى اذا الجودة كويسة، لو لقيت ان انا باخد نفسي بسهولة يبقى اذا المقصد اقول كلما رقت هذه الطبقة كلما يعني قلت نسبة الفلترة في الماسك. طبعا هو اللعب كله دكتور جمال حق، طبعا كنت في الصين واستاذنا وعشت فترة طويلة، طبعا اللعب كله في هذه الطبقة. في طبعا حتى احنا انا كتاجر او تريدر لما بروح انا اعمل اوردر بقول له انت، بسأله سؤال المصنع بقول له انت بتعمل كم جرام من الملت بلوين في المفترض النسبة لا تقل اطلاقا عن 25 جرام للمتر المربع، 25 جرام للمتر المربع. اذا قلت عن ذلك بالتاكيد السكنس بتاع، طبعا السكنس بيقاس بالميكرون يا دكتور دكتور جمال، فاذا قلت كل ما خفت وقلت السكنس كل ما بالتاكيد يعني ضعفت الفلتريشن. طيب. ايضا هذه الطبقه، تفضل يا دكتور هيثم. اوكي احنا بدنا نحكي عن اشياء اكثر الان. حسب المعلومات اللي عندي انه التجاره بين الصين وكندا كانت في اوجها في 2017، نزلت شوية بعد 2017 بسبب مشاكل سياسية، وصلت إلى 73 بليون دولار، 20 بليون كان 20 مليار كانت صادرات نعم. كندا للصين، و52 مليار كانت صادرات الصين لكندا، فمعناها كندا بارتنر مهم جدا برضو للصين في الاستيراد والتصدير. الآن إذا واحد بده يستورد من كندا أوكي ويجي عليك وحكى لك يا هيثم انا بدي تساعدني في استيراد شيء معين من 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 الصين، ايش من الصين الى كندا، ايش الضمانات انه هاي البضاعه اللي راح يستلمها هو راح تكون مطابقه للمواصفات الكنديه؟ لانه بتعرف احنا الصين بتصدر A products وبتصدر C و D products، يعني في products بتروح على دول افريقيه بتكون اصلا expired يعني. نعم. يعني انا نعم. انا لما رحت على مدغشقر شفت التلفونات القديمه هاي اللي ما حد بضل يستخدمها، لسه بودوها الصينيين وبصنعوا لهم اياها. ف شو الضمان انه توصل بضاعه او يكون عندها بضاعه مطابقه للمواصفات الكنديه؟ طيب خلينا نقول يا دكتور الاول هندي بعض النقاط النصائح اللي هو مهمه جدا طبعا يعني، وانا اقوم باعطائها في محاضرات تدريبيه دائما. كيف ان انا استطيع ان انا استورد من الصين بامان؟ ده هو السؤال اللي حضرتك عايز تساله او العنوان بتاع السبجكت، كيف how to do successful and safe business with China، ازاي اعمل شحنه او تجاره امنه مع الصين. بادئ ذي بدء، خلينا نفصل ما بين حاجتين. الحاجه الاولانيه، هل المشتري او المستورد هو حد عنده خبره بالاستيراد ولا ما عندوش؟ دي إشكالية كبيرة. أنا دائما أقول أن هناك مثلث أو ثلاثة عناصر لإنجاح أي عملية تجارية على الإطلاق، سواء عملية تجارية صناعية أو تجارة أو أونلاين أو أي أو حتى خدمي حتى يعني، ثلاث عناصر يا دكتور جمال. العنصر الأول هو لابد من توافر رأس المال، ثانيا لابد من توافر الخبرة في البرودكت، الخدمة أو المنتج أو اللي أنا هشتريه أو أنا هصنعه أو أنا هستورده من الصين أو أنا هصدره للصين أو أنا هستورده من أمريكا أو هصدره من كندا لأمريكا، لابد أن يكون يتوفر عندي عنصر الخبرة. إذا أنا ما عنديش خبرة، على سبيل المثال ضربنا مثال يا دكتور، إذا أنا واحد دلوقتي يعني الأستاذ محمد محتاج، واحد قال والله أنا محتاجين 100,000 ماسك حالا دلوقتي هاتهم لنا من الصين. طب الأستاذ محمد ما يعرفش إزاي يجيب يختار يعني يختار أنهي جودة الماسك يعني، على سبيل المثال. فالعنصر الثاني، العنصر الثالث أيضا هو القدرة، امتلاك القدرة على التوزيع والبيع. يعني أحسن حاجة، ناس كتير تسألني يا دكتور جمال أحسن منتج أجيبه من الصين إيه؟ وأحسن منتج أبيعه في كندا مثلا أو أمريكا إيه؟ فأقول له أحسن حاجة تبيعها الذهب. بس السؤال، أنت بتفهم في الذهب؟ عارف لو انا اديتك سبيكه تعرف السبيكه دي كميه الذهب قد ايه، كام في الميه، والرصاص كام في الميه، وكذا وكذا وكذا. سؤال مهم جدا. فهذه العناصر الثلاثه مهمه، اذا توفرت هذه الثلاثه العناصر اوكي ابدا في التعامل مع الصين. طيب التعامل مع الصين بيكون احدى ثلاث وسائل يا دكتور، يا اما ان انا هخش سهله جدا، هخش على اونلاين، هخش على الاونلاين مواقع البيع الاونلاين زي alibaba.com made in China وهكذا، وان انا اشتري من على طبعا انا بتكلم على البي 2 سي، يعني اروح اشتري اتعاقد على علي بابا واجيب مثلا 500,000 ماسك، مليون ماسك عشان انا ابيعهم في كندا مثلا.
ده هنقول مساوئه وعيوب ومميزاته ايه. او الوسيله الثانيه ان انا والله لا 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 انا لا اثق في ان انا اجيب من على اونلاين، انا عايز اروح بنفسي، فان ناخد طياره من اوتاوا واجي على جوا مدينه جوانجو، يا اما اكون جاي مثلا فتره المعرض الكانتون اللي بيعقد فيه 15 ابريل من كل سنه او 15 اكتوبر من كل سنه. هذه ايضا وسيله اخرى. او الوسيله الثالثه هي توكيل وتفويض احد مكاتب الخدمات التجاريه الكونسلتيشنز في ان هو يقوم لي بالموضوع، وانا قاعد في كندا مش هضطر ان انا اسافر ومش مضطر اخش على بابا واعمل الكلام ده كله. طيب مميزات كل واحد وعيوبها في ثواني. الاكثر طبعا بحكم كل في كندا دوله متقدمه يعني بجوده الامريكيه، فما اسهل الناس انها تخش على الدوت على الاونلاين. مميزات الموقع، مميزات ان انا اشتري على الاونلاين بيديني فرايتي، بيديني تنوع كبير جدا، فممكن انا اشتري ومش محتاج ان انا اسافر وبعمل كل حاجه وانا قاعد اونلاين. اما مخاطر ومساوئ، هو طبعا في مخاطر شديده جدا. علي بابا موقع من واحد من اشهر المواقع مثلا. سوري هيثم صوتك بيقطع، اعتقد الفي بي ان في مشكله، اذا بتقدر ترجع تعمل ريلود بدي غلبك، لانه هذه النقطه مهمه جدا. طيب الان لا بيقطع كثير صوتك. طيب خليني حاضر، معلش لو تطلع وتدخل. لا لا طبعا اخرج تاني برضو ما فيش مشكله. طبعا الاستاذ حلخص المواضيع. الاستاذ هيثم حكى عن ثلاث طرق للحصول او للتجاره مع الصين. الطريقه الاولى اللي حكاها اللي هي أونلاين عن طريق مواقع مضمونة مثل ألي بابا، ميد إن شاينا، مواقع كبيرة. النوع الثاني اللي هو أنك تروح بنفسك بشخصك، تروح على الصين وتشوف البضاعة وتشتري وتعمل لها شحن. النوع الثالث أنك تجد وسيط بحيث أنه يساعدك أنه تكون يوصل لك، يعني يوصلك بالبضاعة الصح بالمصانع الصح ويشحن لك إياها إلى أرض الاستيراد. طبعاً الموضوع مو يعني كل واحد من هاي المواضيع أكيد فيه له فوائده إيجابياته وسلبياته ومخاطر وصعوباته، وبالتأكيد إحنا في مرحلة الآن كمان بوجود الفيروس في بعض الأساليب أكيد صعوبتها صارت أكبر، فأكيد الزيارة الشخصية حتكون الأصعب بينهم. طيب أهلا وسهلا أستاذ هيثم من جديد. سوري يا محمد. نعم. طيب فنعم فإذا هناك مخاطر شديدة يا دكتور جمال من أنا أستورد من على الأونلاين. إذا الموقع لا يوفر ضمانات كاملة للمنتجات بتاعتي، فده بيؤدي إلى مشكلة كبيرة. أحد أشهر المواقع كما قلت هو موقع alibaba.com، واحد من أشهر المواقع البي تو بي اللي بيستخدمها التجار على مستوى العالم إن هم يتعاملوا مع الصين ويقوموا بتنفيذ شحنات تجارية. موقع alibaba لا يضمن الموردين الموجودين على الموقع. في نسبة كبيرة للأسف من الموردين الموجودين يمكن يكونوا فيك سبلايرز. يعني أنا أحب أنوه برضو دي معلومة صغيرة، رجاءا أبدا ما حد يخش مثلا من على الأونلاين سواء موقع alibaba أو ميد إن شاينا أي أقول سبلايرز أو أي حاجة، وأنه مثلا بعض المنتجات الـ A4 كوبي بيبر ناس كتير ده عليه ديماند عالي جدا، ولكن للأسف 99% دكتور جمال من الموردين زي are fake suppliers especially from Thailand. يعني مثلا بعض المنتجات الأخرى اللي بتجذب بريق الناس، المنتجات النحاس اللي هو السكراب كوبر، طبعا لو دخلت هتلاقي يعني آلاف السبلايرز، ولكن تيقن أن تقريبا 99% من هؤلاء السبلايرز كلهم زي are fake a lot of يعني orders يعني be all customers they are cheated، يعني كلهم للأسف اتنصب عليهم. فدي فيها فاذا انا دائما انا كراجل كونسلتنت في هذه الامور التجاره مع الصين، انا ارجح واتمنى دائما اذا كنت عايز تعمل بزنس مع الصين، علي بابا فقط جمع منه معلومات كويسه، يعني ده يمدك بالمعلومات، لو دخلت وكتبت اي منتج هيجيب لك مئات الموردين ويدوك اسعار رفل انديكيشن ويدوك، ولا تغتر ابدا ولا تصدق اي سعر موجود امامك على الاونلاين على الاطلاق.
تمام. على الإطلاق كل الأسعار المكتوبة قدامك على علي بابا أو إيدي تشاينا أو أي ما يكون كلها أسعار غير حقيقية، بيقول لك بالرنج من كذا لكذا، هو بيديك الحد الأدنى خالص عشان يكذبك، ثم بعد ذلك لما تبتدي تخش في الجد يبتدي يقول لك لا لا ده احنا كان قصدي على كذا، لكن كذا بيأصبح سعره مختلف تماما. هذه مساوئ هذه هذا الكلام أستاذ هيثم، هذا الكلام احنا لاحظناه يعني بحكم فترات شغل، لاحظنا كنا نشوف انه سعر الماسك في لحظة من اللحظات كان سعره ارتفع، مثلا بتحكي عن الـ N95 ولا بتحكي عن الـ K95 وصل $5 مثلا، او الـ 3 بلاي وصل مرة من المرات في فترة من الفترات وصل لـ 1 point something دولار، وبعدين 50 سنت، وبعدين لما كنا نشوف علي بابا كان الأسعار بعد الأسعار ما قبل الكورونا، يعني أسعار ما زالت أسعار على 10 سنت وعلى 15 سنت وعلى 20 سنت. ففعليا لما بدأ البروسس من بعض الناس اللي بدوا يفكروا يشتروا بدأ البروسس، اكتشفوا انه كل الكلام هذا فيك وكلام وال 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 وحتى المعلنين في علي بابا كانوا معلنين هم وسطاء وكانوا مجرد تجار، يعني تعتبرهم هانترز مش 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 مصانع حقيقية. طيب احنا يعني هذا الكلام بيقودنا انه الجزء تبع الاونلاين، جزء الاونلاين مش امن بنسبة ربما تزيد عن 80% اللي هو الشراء عبر الانترنت. ايش الاوبشن الثاني؟ الاوبشن الثاني ان انا اجي بنفسي الصين، اقول لا والله انا عندي مخاطر من ان انا اشتري على الاونلاين عشان بيتشنج الجوده وبيغيروا اكتر من ناس كتير. بمناسبه الاونلاين ناس كتير اشتكت لي بالذات من عندكم من كندا وامريكا، لان اكتر حاجه من كندا وامريكا اللي هي موضوع الدروب شوبينج، الناس بتبقى بتبيع على امازون واي باي، بيبقى عايز منتجات يجيبها من الصين، طبعا عشان شروط امازون لازم ياخدها من الصين يوديها على الويرهاوس بتاع امازون على طول، وبعدين من الويرهاوس بتاع امازون على الكاستمر على طول. فانا كباير مش بشوف البضاعه اللي انا شاريها من الصين، بتبان امتى؟ بتبان لما تيجي الوير هاوس وتروح عند فاينل اند يوزر اللي عمل الاوردر من على اي باي، بيبان فيها عيوب فلازم امازون يجبرك انه يرجعها لك مره تانية. فبتقابل ان طبعا ليست الحقيقه ليست كما الصوره التي رايتها. طيب البديل الثاني ان انا اخد طياره واجي الصين، هي دي ان انا اجي، يا اما اجي ازور المصنع بنفسي واقعد اعمل التعاقد بنفسي، ويا اما الاوردر يكون جاهز ستوك اقوم بشحنه وانا موجود، او لو انه هياخد لسه تصنيع هضطر ان انا اسيبه وامشي هيقابلني مشكله تانية، طب مين هيستلم الاوردر، طب هرجع تاني من كندا للصين عشان استلم الاوردر، او ان انا اجي احد المعارض الدوليه زي معرض الكانتون فير مثلا، معرض الكانتون في تنوع فرايتي من الموردين موجودين، لحد ما فيهم جزء من المصداقية ولكن أيضا ليست مصداقية 100%. ما في قاعدة، القاعدة اللي أنا أقدر أقولها يا أستاذ محمد باختصار إحدى قواعد البزنس الهامة جدا ياريت الناس تتعرفها وتسجلها، لا يوجد قاعدة ثابتة على الإطلاق في البزنس، لا يوجد قاعدة ثابتة على الإطلاق. ما في حاجة اسمها أنا أشتري من دس لصحابي اشتروا من علي بابا وكله آمن، هذا كلام غير صحيح، أو مجموعة أصحابي قال لك كل علي بابا فيك وكلهم موردين فيك، هذا كلام غير صحيح. لا لا، أنا أحسن حاجة تروح للصين، ما كل اللي بيروح الصين بيعملوا أوردرات وبتنجح، ولا كل اللي بيجوا الصين أوردراتهم بتفشل، ما في قاعدة ثابتة ولكن كيس باي كيس. طيب حاليا مثلا واحد هيقول لي طب أنت قلت أروح الصين، طب أصلا ما فيش سفر دلوقتي، كل الفلايتس واقفة كل البلينز واقفة، ما فيش أي سفر خالص. هنضطر نروح إلى الاقتراح الثالث، ألا وهو اختيار مكتب خدمات تجارية أو مكتب وسيط زي انترميديت كامباني زي ما بيقولوا، وتبقى مكاتب عربية، يعني مثلا مكتب سوري، مكتب أردني، مكتب مصري، مكتب يمني، مكتب أي ليبي جزائري، مكاتب عربية للشركات العربية المقيمة هنا في الصين. هنا يعني في نشاط الوساطة التجارية هنا نشاط رئيسي وقائم منذ يعني مئات السنين هنا في الصين. مهمة هذه المكاتب الوسيطة أو الشركات الوسيطة هي باختصار عنوان صغير اسمه هي تأمين العملية الاستيرادية كاملة. وأنا باختصار يا أستاذ محمد، إذا في أي حد من أهلنا أو من الجاليات العربية أو التجار العرب أول مرة يتعامل مع الصين وأول مرة سيتاجر مع الصين، أنا كونسلتنت بقولها بوضوح شديد، أنا لا أؤيد تماما المخاطرة
ان انت تشتري من على الاونلاين من الموردين الصينيين، او انك حتى تيجي لوحدك، حتى لان حتى تيجي لوحدك انت ما تدري البلد هنا. وبعدين البلد هنا مساحه شاسعه يا استاذ محمد، عدد المساحه هنا تزيد عن 10 او 9.5 مليون كيلو متر مربع. ايضا المصانع هنا تنتشر على جميع انحاء الصين. يعني مثلا اذا قلنا المكنه اللي بتعمل الماسك ده يا استاذ محمد، المكنه لو انا عايز اعمل اجيب مكنه او خط انتاج برودكشن لاين لصناعه الماسكات، لو انت دخلت على علي بابا جربت يا استاذ محمد هتلاقي المكنه موجوده بتتصنع في كل مدينه في الصين. فانت هتيجي جوانجو ولا تروح شنزن ولا تروح شنغهاي ولا تروح بيجين ولا تروح نانشا ولا تروح في نيمبو ولا تروح شيجيانغ ولا تروح ايو، يعني موضوع صعب جدا. فاذا الخلاصه انا اؤيد في المراحل الاولى فقط، في المراحل الاولى فقط اذا ناوي تبدا بزنس مع الصين، انا يعني اتمنى ارجح ان انت تختار اي مكتب خدمات. يوجد مكاتب خدمات تجاريه لعرب كنديين مقيمين في الصين، وده يفضل طبعا بالتاكيد لانه هيكون يعني اكتر واحد عارف ايه المطلوب لكندا وكيف البضاعه دي تروح لكندا. زي ما الدكتور جمال كان سال منذ لحظات، يعني ازاي اعرف ان المنتج ده هيقدر يخش الجمارك ويعدي الجمارك الكنديه. طبعا ده سؤال تاني مهم جدا يا دكتور جمال. بصراحه كان بيجي لي عملاء كتير، زباين كتير يعني، سواء من كندا او من اي دوله، يقول لي والله انا عايز ماسكات. انا لو واحد صيني ما بيسالوش، بيقول له اوكي الماسك ده بكذا، اوكي اديني بيانات وابعت لك بالدي اتش ال بالتي ان تي باي حاجه. ولكن انا ما اعملش كده ابدا، انا لازم اساله الاول الماسكات دي راحة فين؟ انت بتكلمني منين يا سيدي الكريم؟ فيقول لي والله انا بكلمك من السعودية مثلا. اقول له حبيبنا الماسكات دي عشان تخش السعودية ما تنفع تخش كده خالص، ده لازم بتعمل حاجة اسمها ريجستريشن في هيئة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة هناك في السعودية، ولابد ان انا اعطيك اكتر من 15 مستند وحاجه اسمها طبعا شهاده الاف دي اي عشان يحولها من اف دي اي الى اس اف دي اي سعودي اف دي اي، ولازم يسجلها. وبعدين ياخد الامبورت بيرميت، وبعدين بعد ما ياخد الامبورت بيرميت يروح بعته لي يقول لي اتفضل يا استاذ هيثم اشحن لي البضاعه. كل بلد مهم. ويبقى اذا المعلومه او القانون اللي محتاجين ناخده ايضا في هذه اللحظات يا دكتور جمال يا استاذ محمد، ألا وهو قبل أن تبدأ في الاستيراد من أي بلد، سواء من الصين أو من اليابان أو من سنغافورة وتستورد لكندا أو لأي بلد أنت موجود فيه، لابد أن تعلم أولا ما هي القواعد المنظمة للعملية الاستيرادية لهذا المنتج. صح. مثلا أنا كان عندي أوردرات لقطر والبحرين والإمارات، ما بيسألوا عن أي شيء. والله أنا بودي شحنات للقطر والكويت بهذه المسكات، فقط يريد صورة السي إي وصورة الفاتورة وما أسهلها، يعني جميل، حاجة جميلة خالص. لكن تعال نودي مصر مثلا على سبيل المثال، يا الله على كم التعقيدات. لا بد أن يحصل على موافقة من هيئة السياسات الدوائية التابعة لوزارة الصحة المصرية، والتي تأخذ أكثر من 60 يوم عشان يستطيع أن يدخل هذا الماسك. طبعا في ناس ما تعرفش يا دكتور جمال، فيقول لي أو مش أنا بقى، يروح على الأونلاين على علي بابا أو أي مورد يقول له اشحن، ابعت لي 100,000 ماسك اشحن، تروح البضاعة توصل ميناء الإسكندرية وادفع عليها أرضية وما تخشش والله أنا أذكر موقف يا دكتور، هذا عبرة يا دكتور، هذا عبرة. اتصل بي أحد العملاء قال لي أنا عندي حاويتين، أنا آسف يا دكتور، تعلم سلاح القطر، القطر اللي بنذبح أو سوري بنستعمله، يعني سلاح القطر الداخلي بيتم تغييره. فواحد استورد حاويتين سلاح قطر، دي كانت حالة واقعية عندي، استورد الحاويتين تمنهم ما يزيد عن 120,000 دولار، واستوردوا وشحنهم على مصر، ما سأل. فطبعا لما وصلوا قالوا له لا ده القانون المصري بيقول ان دي حاجه تخص الامن القومي، لان ممكن واحد يدخلها، انا اسف، يستعملها استخدام يضر الامن القومي المصري. طب المطلوب ايه؟ قال لك ده كان لازم قبل ما تشحن البضاعه كان لازم تاخد موافقات من امن الدوله والامن القومي والمخابرات في القاهره، انا عارف سيدي مثال مثلا يعني. طب الحل ايه؟ قالوا له نو واي، لازم ترجع البضاعة الصين تاني وبعدين تاخد الموافقة، والله يا دكتور، وتاخد الموافقة وبعدين تستوردها مرة تانية. في إشكالية هنا. طب خلاص وكده البضاعة تمنها غالي يلا نرجعها الصين. لا تعال أصدمك يا دكتور جمال، إن الصين هنا لما واحد بيصدر بضاعة وبعدين يرجعها الصين تاني
الصين بتعتبرها منتج مستورد وتطبق عليها الإجراءات الضريبية الصينية، فبيدفع عليها جمارك. غير الشحن صار عليه جمارك، يدفع عشان تخش الصين، عشان بعد كده ياخد الموافقات عشان يعيد تصديرها مرة تانية. وأيضا في إشكالية كمان، ده عشان تعيد تصديرها أيضا، يعني مثلا وصلت ميناء الأسكندرية، عشان أعيدها من الأسكندرية إلى الصين تاني مطلوب شرطين. أولا لابد من موافقة البائع أو المورد أو المصنع اللي أرسلها. فأنت ممكن تيجي تكلم المورد تقول له والله ده أنا عندي مشاكل في الديستنيشن، فيروح ردد رد جميل خالص كده، أو مش جميل يعني، فيقول لك إيه، يقول لك It's not my business sir. هدخل بالبال هذا. أنا مالي تخشين لي في هذاك ليه؟ فأنت تقعد تتحايل عليه، فيساومك بقى على حسب، والله يعني هرجعها لك تاني، وفي هدفع ضرائب وهدفع كذا وهدفع كذا وتدفع كذا. طيب. لكن في حلول أيضا يا دكتور، أنا آسف قبل ما تنتهي، في حلول أيضا، ولذلك في حلول، مثلا ممكن أروح موديها على دبي، أرجعها على دبي. دبي أو أي منطقة حرة، أو هونغ كونغ مثلا، منطقة حرة، وأعيد إعادة الأوراق مرة ثانية وبعدين أصدرها مرة ثانية. في سؤال من رنا بتقول لك المكاتب هاي اللي متعامل معها ما هي نسبة الأمان في التعامل معها؟ هذا سؤال مهم، وأنا أتوقع أنه أنت كنت محضر شغلة بدك تحكي في هذا الموضوع. والله أنا يعني مش عايز، والله إن أنا يعني أنا آسف، البعض يظنها يعني نوع من الدعاية أو كده، ولكن طبعا هو هذا الكلام صحيح حقيقي. دائما كنت أقول يا دكتور، وما زلت أقول، إزاي أختار مكتب أو حتى مصنع كويس؟ ما واحد يقول لي يعني أنت مش عايز أتعامل غير مع المكتب. طبعا هيثم يعني. هيثم معلش، أنا صراحة أنا عشت في الصين بس عمري ما تقابلت مع هيثم، بس في بيني وبين هيثم أصدقاء مشتركين، وأنا متابع هيثم من فترة طويلة على السوشيال ميديا، ومعجب بطريقته في طريقة الفيديوهات اللي بيسويها، وهذا كان السبب أني ارتقيت أني أتكلم مع هيثم وأفتح معه الموضوع أنه يجي مع جمهورنا. طبعا هو عنده مكتب وبيقدم الخدمات هاي، لا نخفي عليكم يعني الموضوع واضح، ولكن لأنه إنسان ثقة، وأنا أشعر أنه إنسان راقي التعامل وطريقته في التعامل رائعة، عشان هيك إحنا يعني جبناه على قناتنا وحبينا نتواصل معه، لأنه إحنا مش هنحاول لا سمح الله نغشكو أو إشي، بالعكس. فالأستاذ هيثم عنده مكتب، وبرضه هنحط اللينك تبعه، مشهور جدا، هيثم إن شاينا. هيثم إن شاينا. هايزين زي جونغوا. أشكرك يا دكتور والله. لكن هو حقيقة فعلا أنا أقولها بوضوح، وإزاي أنا يعني أنا هقول جملة صغيرة زي الأستاذة رنا مثلا، واضح إنها حد جديد مثلا في الاستيراد. خلاصة الأمر، هل مثلا يا هيثم أنت بتقول إن ما نشتغلش غير مع المكاتب الوسيطة؟ لا والله أبدا، حاشا لي إن أنا أقول ذلك، ولكن اختصارا أنت عايز تشغل مع مورد صيني بأمان، أو تشغل مع مكتب وسيط بأمان. أيوة. يجي إزاي؟ والله حتى هذه اللحظة ما في غير الريكومنديشنز، ما في غير الريكومنديشنز. مثلا أنا لو سألت جاري مثلا، والله ما تعرفش حد بيستورد من الصين؟ يقول لك والله الأخ مثلا معتز يستورد من الصين. يا أخي معتز أنت بتستورد إزاي؟ والله بص أنا في مكتب مثلا صاحبه سوري، والله هذا أنا بتعامل معاه منذ سنوات وحد كويس. خلاص اقفش فيه واشتغل معاه. ما في حل غير حقيقة للأمانة يعني. او مثلا ان يعني مثلا هل اسال بالريكومنديشن، هل في حد يا جماعه اتعامل مع مورد صيني شغال في الملابس كويس؟ فواحد يقول والله انا بقالي 5 سنين بتعامل مع المورد الصيني اسمه جاك، وده حد كويس جدا بقالي 5 سنين وحد كويس، اوكي اشتغل معاه. هي ما تاتي بالذات للمبتدئين وللجداد لحديثي الاستيراد، ما تاتي اوعى تغامر وتشتغل مع حد ما تعرفوش. طيب الموضوع الجديد اللي كنا عليه، طبعا بسبب حاجه كثير مثل حالات كثيره مثل الاستاذه رنا، بحكم تواجدي على السوشيال ميديا والتواصل مع عشرات الالاف من الجمهور العربي في على مستوى العالم، فكلهم يعني عندهم شبق انهم يعملوا بزنس مع الصين، لكن مش عارفين الطريقه وخايفين. في مكاتب هنا عربيه ممتازه، يعني في الاف المكاتب افضل من هيثم والله يا دكتور جمال، الاف المكاتب من كافه الجنسيات العربيه، ولكن للأسف ما عندهمش الويندو اللي يطلعوا بيها على الجمهور العربي على مستوى العالم. من هنا
جاءت الفكرة لي بعد ما يعني الحمد لله أصبح لي قاعدة شعبية كبيرة على السوشيال ميديا، يعني عشرات الملايين الحمد لله شاهدوا الفيديوهات وهكذا. فقلت إزاي نستثمر هذه هذا الحدث يعني، وعملنا منصة نيو بلاتفورم اسمها جو تشاينا أونلاين. جو تشاينا أونلاين دلوقتي طبعا محدش عارف يروح الصين، وحتى لو راح ما هوش عارف هيعمل ايه، فعنده نوع من القلق. شكرك شكرك يا دكتور جمال، والله انا يعني شرف ليا ان المنصة على فكرة اول ظهور ل WW Go China Online هو على قناة كنار، فيعني هذه شرف لي وستذكر يعني في تاريخ المنصة ان شاء الله كتب لها النجاح. بيشرفنا لا والله يا دكتور، شكرك يا استاذ محمد. فانا عملت منصة، المنصة دي اسمها Go China Online. دي لها أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى هي تجمع جميع المكاتب والشركات العربية الوسيطة والمتخصصة والمصنعة. بالمناسبة يا أستاذ محمد، إحنا عندنا مصنعين عرب هنا في الصين. أنا عندي أكثر من أصدقاء، صديق مصري عنده مصانع في الإضاءة، صديق أردني عنده مصانع في الملابس، يعني صديق ما شاء الله، يعني عندي صديق أيضا أردني متخصص بصناعة الملابس العسكرية ويتعامل مع الوزارات الدفاع على في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وهو أردني ما شاء الله. فبس المشكلة إن هم ما عندهمش الويندو إزاي يطلعوا على الناس الجمهور العربي أو التاجر العربي. فعملنا البلاتفورم اسمها جو تشاينا أونلاين، وهي حقيقة الآن تحت أندر بروسيسنج، يعني تحت الإنشاء. الآن نقوم بتسجيل أكثر من 2500 شركة عربية في الصين، 2500 شركة عربية. عشان برضو أطمن الأخت رانا لما سألت إزاي أضمن إن المكتب ده كويس، إحنا عملنا نوع إن شرط أن يلتحق الشركة العربية الوسيطة أو المتخصصة أو المصنعة هنا في الصين. عشان تلتحق بالمنصة لابد لها من إنها يعني يحصل عليها أوديتينج، واللي هيعمل الأوديتينج هي هيئة ومنظمة، أكبر هيئة ومنظمة تجارية عربية موجودة هنا في الصين، وهي تسمى منتدى رجال الأعمال العرب في الصين، أو Arab Businessmen Forum، Arab Businessmen Forum واختصاراً APF. APF هي Organization، منظمة أهلية هنا في الصين مسجلة في القانون الصيني، يعني تضم أكثر من 150 أفضل 150 شركة عربية هنا في الصين، ورئيس مجلس الوزراء هو المهندس عرفات الحراحشة، وهو أردني الجنسية يقيم في الصين هنا من أكثر من 35 عام. هذه المنظمة منتدى رجال والتي أشرف بعضويتها، قمنا بالاتفاق معها على أن تقوم بعمل أوديتينج أو فحص بالشركة العربية أو الصينية في المستقبل التي تود الالتحاق وأن تظهر على منصة جو تشاينا أونلاين. وبذلك ضمننا أن هذه الشركة التي تظهر أمام حضرتك وأنت أثناء تصفحك للمنصة جو تشاينا أونلاين، أن هذه الشركة مكتوب تاريخ متى تم فحصها وكيف تم فحصها وكم موظف لديها وكم رأس مالها وعندها حسابات بنكية أم لا وعندها فروع أم لا وكم عدد الموظفين وكم عدد الأوردرات الشحنات التي شحنتها من قبل، ربما أيضا نعمل ريفيو أيضا للشركة العربية. بهذا يا دكتور جمال أنا سهلت الطريق تماما على المستورد الجديد والمستورد الخائف، ولا أو اللي هو عايز يعمل بيزنس مع الصين ولكن خايف إنه يعمل البيزنس ده، فسهل جدا إنه خليه يخش على جو تشاينا أونلاين يختار يا إما شركة وسيطة يا إما شركة عربية متخصصة. طبعا في ميزات هنا يا دكتور جمال إنه يشتغل مع شركة عربية، في أيضا عيوب بالتأكيد، أي شيء في مميزات وعيوب، دعنا نكون محايدين على الإطلاق. فمن أهم المميزات أنك تجد من يفهم لغتك، فبالتالي دي ميزة كبيرة أن أنت ربما مثلا أردني يقيم في كندا يبحث في الشركات، ربما يبحث من جانب الجنسية، والله أنا عايش شركات عربية أردنية، أو يبحث من جانب مثلا المنتج فيلاقي مثلا شركة مصرية، أو يبحث مثلا من حيث المكان فيلاقي شركة سورية بالتأكيد، فهيكون في تواصل مرونة في والأسهل جمال كمان ممكن يسأل وهو بيسأل الشركات العربية دي، هل حضرتك وديت لكندا؟ يقول لك أيوة نعم، ده أنا عندي مكتب في كندا، أخويا أنا مثلا سوري هنا مقيم في الصين وأخوه أيضا في كندا. يا سلام، والله أنت حلت لي كل المشاكل كلها، لأن أنا أصلا ما عندي خبرة إزاي أصلا أحول الفلوس، ما عندي خبرة في الجمارك هنا في كندا، ما عندي خبرة في الشحن. فكل هذه العناصر تسهل على المستزرنا وغيرها من زملائنا واخواننا انه يجري عمليه استيراديه امنه. استاذ هيثم،
يعني أنا في يوم من الأيام من قبل سنوات تعاملت مع واحد من الإخوة العرب في الصين، وكان المنطق بنفس الطريقة، إنه لما تتعامل مع أخ عربي موجود بكون يعني أسهل التعامل، أفضل تفهم عليه ويفهم عليك، بتحدد بالضبط اللي أنت محتاجه. وأذكر هذاك الوقت كنا بنتكلم عن أجهزة كمبيوتر، ولما وصلني بعد يعني مشقة وتعب من التوريد وعدم الالتزام في المدة الزمنية، لما وصلني في الأخير الجهاز وإذا به قطع مفككة داخل الكمبيوتر. والأدهى والأمر، يعني إحنا كان عندنا شركة كمبيوتر وإحنا كنا مهندسين مختصين، الأدهى والأمر إنه القطع اللي هو حاطها داخل الجهاز هي قطع مفككة وقطع لا تر يعني غير not integrated، مش compatible، ما بتركب مع بعضها البعض على السيستم على المذربورد. طيب لو فرضنا انه انا دخلت في هذا التراك عن طريق المنصه تبعكم وواجهت نفس المشكله، تعاملت مع واحد من الوسطاء والوسيط خدعني غشني، بالاخير احنا يعني بشر وفي بيننا الكويس والمش كويس، المناسب واللي غير مناسب، الصالح والطالح، طيب خدعني هذا الشخص، الى من الجأ؟ كيف اتصرف؟ هل انتم تزكيتكم او ترشيحكم لناس موجودين عندكم في المنصه هو تزكيه لهم اذا صارت اي مشكله معهم الجأ لكم واشتكيه وتاخذ حق المستورد من هذا الشخص اللي خدعه، ولا انتهى الموضوع بهذا الحد؟ طيب دعني هنا يا أستاذ محمد، يعني هو حقيقة الموضوع مشتبك وليس سهلا، دعني يعني أقر بهذا. في مرحلتين المنصة ماشية فيهم، الطبيعي هنا أن في مرحلتين، المرحلة الأولى هو الأفضل طبعا، خلينا نبدأ بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي الأقوى إن شاء الله، بعد مرحلة سنقوم بإنشاء هذه المرحلة، وهي أن يكون في حاجة اسمها Trade Assurance، يعني يكون في تأمين تجاري. ما هو المقصود بالتأمين التجاري؟ تماما مثل أمازون، عندما حضرتك بتشتري أوردر من أمازون وبعدين يطلع فيه مشكلة فبتقول لأمازون أنا مش عايزه، يقول لك أوكي رجعه، وهو على طول بيجبر البائع أنه ياخده مرة تانية. ليه بيجبره؟ عشان فيه كونتراكت وفيه يعني انشورنس، فيه تأمين، وفيه هو ماسك البائع بإيده أمازون. كذلك نفس الشيء المرحلة الثانية إن شاء الله التي تجهز لها وليست حاليا، هي عمل تريد أشورنس. ما المقصود بالتريد أشورنس؟ إن أنا لما حضرتك ما تيجي تدفع لتحول للبائع المكتب اللي حضرتك شغلت معايا يا أستاذ محمد، مش هتحول الفلوس للبائع مباشرة، لا هتحول للمنصة جو تشاينا أونلاين، ومنصة جو تشاينا بتاخد الفلوس عندها، وبعدين لما البائع بيبعت البضاعة لحضرتك وتوصلك، لقيت البضاعة تمام أوكي، فبتبعت لي سند، يعني سند مسج قول لي ثانكس إتس أوكي، خلاص بروح انا مديله الفلوس. انا هنا اصبحت انترميديت ما بين المشتري والبائع. لو قلت لي والله في مشكله في البضاعه، فهنا بيخش بنشوف التوصيف، او اذا بيخش احد خدمه العملاء بيقيم الموقف، والله اذا فعلا يعني دي مثلا تمت اثناء الشحن، طب مين اللي كان مرتب الشحن، البائع ولا المشتري؟ لو المشتري هو اللي كان مرتب الشحن خلاص في مسؤوليه المشتري. اما اذا مثلا هي المنتج نفسه جه في خطا تصنيعي او مشكله تصنيعيه، فبالتلقائي يعني بنقف او نقف اعطاء الفلوس الى البائع، ويا اما يقوم بارسال مره ثانيه شحنه ثانيه او ارجاع هذه الشحنه او كما يتفق الطرفين. ولكن زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع معقد لحد ما. هو في الاصل اصلا يا استاذ محمد، يعني انا استعجب ان مكتب وسيط ويرسل بضاعه سامحني بايظه. انا هنا السؤال لابد ان انا اساله لهذا الشركه، لهذه الشركه الوسيطه، انا اسف يعني امال اصلا شغلتك ايه لما البضاعه تروح للاستاذ محمد بايظه؟ امال انت اصلا شغلتك ايه؟ هو اصلا انا شغلتي it seem like quality control، يعني انا مهمتي اصلا، انا بقى لي 8 سنين موجود هنا في الصين، شركه وسيطه بالمناسبه، مهمتي ان انا اروح، يعني مثلا كان في لسه عميل عندي من دوله خليجيه كان طالب حاويه ماسكات، حاويه كامله فيها ما يزيد عن 680 الف ماسك، فانا رحت بنفسي عشان انا استلم الماسكات بنفسي يعني، وعملت فيديو واعمل لايف فيديو مع الكاستمر واشيك على الكراتين، حتى في فيديو لسه منزله دكتور جمال على الصفحه الرسميه الايام الماضيه،
وشرحت للناس كيف اعمل الراندوم تشيك او اللي اعمل العينه عشوائيه وافحص البضاعه واتاكد من الكميات والاوزان والاعداد والخامه والكواليتي واللون والديزاينات وكل شيء. فهذه دي مرحله ثانيه. لكن حقيقه يا استاذ محمد المنصه في بدايتها نشاتها فبالتلقائي يعني كما تعلم ان عمر اي حاجه يعني ستيب باي ستيب ان شاء الله. المرحله الاولى فقط ان شاء الله المرحله الاولى فقط انا اقول ان هذا المورد الضمانات لهذا المورد هي 1 2 3 لا ازيد. انا ملتزم في اطار هذه الثلاثه. هذه الثلاثه هي ان هذا المورد شركه موجوده على الارض عمرها 3 سنوات 4 سنوات 10 سنوات عندها موظفين عندهم انشورنس عنده حسابات بنكيه مقيم في هذا المكان منذ اكثر ما يزيد مثلا 5 اعوام. انا اعتقد يا دكتور يا استاذ محمد ان يعني اذا شركه فيها هذه المواصفات بالتاكيد بتكون حريصه كويس جدا على اسمها وعلى سمعتها وانا عاملين ريفيوز يعني ممكن حضرتك لما يحصل مشكله وانت اشتكيت او مش مبسوط من الخدمه فبتعمل ريفيوز للشركه هذه الشركه الوسيطه اذا كانت عربيه او حتى اذا كانت صينيه. بالتاكيد هذه الريفيوز المنصه بتاخذها بعين الاعتبار. اذا تكررت هذه الباد ريفيوز او نيجاتيف ريفيوز بالتاكيد بعد في عاملين حاجه في الكونتراكت اللي المنصه بتعمله مع البائع انه يحق للمنصه جو تشاينا اونلاين اذا يعني في اي وقت اذا جاءت تعليقات سلبيه من اكثر من مشتري يحق للمنصه حذف البائع تماما من المنصه دون الرجوع له كعقاب لي وبانشمنت عشان لا تسوي اي واحد لا تسوي له نفسه انه يحاول يخدع التاجر او المستورد العربي. خايشين هيثم الان في كتير ناس مع زمن الكورونا عم بتحاول تبدا نيو بزنسز. اوكي احنا شايفين الصوره اللي ورانا هاي كلها حاويات ومعظم التجار في الصين بشحن يا اما نص حاويه يا اما حاويه 20 قدم 40 قدم لكن ما بال هؤلاء اللي بدهم يبداوا سمول بزنسز من البيت بده يعمل شغله بسيطه اونلاين بزنس يحاول انه يبدا شيء. هل تقدروا تساعدوهم برضو انكم تشحنوا لهم مثلا اشياء بطلبوها مجوهرات اكسسوارات مش عارف ايش؟ هل في عندكم شغلات زي هيك تشحنوا شغلات سمول بوكسز؟ نعم. طيب خلينا برضو اوضح حاجه هنا في مهارات واساسات اساسيات التجاره بصفه عامه التجاره الدوليه. في قانون يا دكتور جمال اسمه يعني كلما زاد حجم الشحنة كلما زاد الربح، كلما قل حجم الشحنة كلما زادت المصاريف كلما قل هامش الربح. يعني خليني أشرحها وبالمثال يتضح المقال. أنا عندي الدكتور جمال والأستاذ محمد. الدكتور جمال والأستاذ محمد قرروا يجيبوا ماسكات. فالدكتور جمال ما شاء الله يعني ميسور وعنده بيزنس كبير فلا لا أنا هجيب كونتينر كامل في ماسكات الحاوية 40 قدم بتاخد كم يا هيثم؟ فهيثم قال له والله بتاخد 1,600,000 ماسك. أوكي أنا عايز الحاوية الكبيرة 1,600,000 ماسك أنا ما عندي مشكلة في الفلوس. الأستاذ محمد على الجانب الآخر والله يعني هو لسه معاه فلوس بس هو الآن جديد في البيزنس فلك أنا I don't like risk يعني ما أحبش الريسك. فلو سمحت يا هيثم انا عايز بس يعني 10,000 ماسك. اوكي هذه شحنه تجاريه وهذه شحنه تجاريه لكن تعال نشوف يا دكتور جمال المصاريف اللي هتحصل ازاي. اولا لما بنكلم المصنع الدكتور جمال لما يخش على المصنع بيقول له بكام الماسك؟ حتى لو سالتني يا دكتور جمال انا ما اعطي سعر الا بناء على الكميه. هتقول لي الماسك ده بكام يا هيثم؟ هقول لك هاو ماتش كوانتيتي فيرست يا دكتور كام الكميه؟ أو قبل أي شيء. فالدكتور جمال هيقول لي 1,600,000 اللي هو الكونتينر 40 قدم. والله يا حبيبي يا دكتور ده كمية كبيرة ما شاء الله والراحة أديك والله دولار مثلا بدي مثال مثلا دولار. فيجي الأخ محمد يقول لي والله أنا محتاج ماسكات. أقول له كام الكمية يا أستاذ محمد بعد إذنك لو سمحت؟ يقول لي والله أنا يعني بس كده وظروف وكذا و10,000. أوكي 10,000 دولار وربع يا دكتور يا أستاذ محمد. ادي اول عنصر اثر على الربحيه اللي انتوا الاثنين هتاخدوها في كندا او حضراتكم سامحني يعني حضراتكم هتكسبوها في كندا. رقم اثنين خلاص اول خلاص استاذ محمد قال انا مضطر والله يعني خلاص انا برضو معيش حاليا مش حاطط ميزانيه بادجت ان انا استورد كونتينر هم هكمل برضو في ال 10,000 وهاخدهم بدولار وربع. طيب تعاقدنا تمام يلا بينا نشحن
عندنا في حاجة اسمها مصاريف النقل الداخلي، مصاريف الـ THC في المطار والميناء اللي هي Terminal Handling Charges. عندنا في حاجة اسمها Customs Clearance Charges. عندنا في حاجة اسمها مستندات توثيقية مثلاً. على سبيل المثال مثلاً الدكتور جمال أستاذ محمد بيقول لي والله لازم الفاتورة اللي هو Commercial Invoice، ولازم محتاج شهادة منشأ، ولابد أن يكونوا موثقين Stamped from CCPIT اللي هي غرفة التجارة الصينية. هذا التوثيق يحتاج إلى يعني فلوس، مبالغ، charges. مصر على سبيل المثال بتشترط أن شهادة المنشأ يتم توثيقها من السفارة المصرية في بكين. هذه الأوراق توثيقاتها يدخل مثلا على سبيل المثال ممكن يخش 250 أو 300 دولار. وخد بقى مشتملاتها، خد بال حضرتك التوثيق ده، الورقة دي على الشحنة كاملة يا دكتور جمال، سواء الشحنة دي بقى عندك كونتينر كامل في 1,800,000 أو 10,000 ماسك أو 5,000 ماسك، نفس القواعد مع مصاريف التخليص، مع مصاريف الشحن، مع مصاريف النقل التي تكون متشابهة ما بين هذا وهذا، يعني في تقارب في المصاريف. فالدكتور محمد، الدكتور جمال يفاجأ أو يكون عنده المصاريف كاملة مثلا تمثل 10-5% من قيمة الشحنة. أما الأستاذ محمد هيفاجأ أن المصاريف التي ترتبت بعد شراء الشحنة لحد ما توصل له وصلت لسبعين أو 80% من قيمة الشحنة. نعم. فبالتلقاء الأستاذ محمد he will not find any profit، في حين أن الدكتور جمال لما وزع المصاريف كلها على 1,800,000 ماسك نابوا شيء قليل جدا، هامش قليل، إذن عنده فرصة كبيرة أنه يكسب، ويكسب كويس جدا. دي النقطة اللي أنا عايز أوصلها لزمايلنا وأصدقائنا وأهلنا اللي بيسمعونا. لو سمحت لما تيجي التاجر حاول، لو سمحت كل حط قانون، كل ما واحفظه، كل ما تزود حجم الأوردر والشحنة كل ما بيزيد ربحك، كل ما بتقلل حجم الشحنة كل ما بيقل ربحك. دي مهمة جدا لازم، عشان بعض الشباب بيجي له تشوك، يعني ازاي انا بعد ما استورد من الصين اللي هي ارخص برودكت في العالم ومش عارف اكسب؟ ايوه مش عارف تكسب عشان انت ما حسبتهاش كويس. استاذ هيثم، يعني اتصور انه القواعد هذه احنا بحكم البراكتس تبعنا شفنا كثير من العوامل، يعني هذا بجزء واحد العوامل اللي انت ذكرته اللي هو الكمية المطلوبة، وكما انت تبدأ تنافس او تتناقش في الكمية المطلوبة بضل في عندي انا two factors مهمين جدا. وفعليا دائما كنا نتواجه في مشاكل مع اي تجارة مع الصين فيهم. اول factor بالنسبة للديليفري الافيلابل ستوك اللي والبرودكشن الكاباسيتي برودكشن اللي موجود عند المصنع، مصانع ما بتقدر تعمل تصنيع اكثر من 50,000 100,000 200,000 بالكثير، بينما الديماند عالي جدا. يعني انا في مره من المرات في نصوا من 4 مليون خلال اسبوع، وهذا الكلام كنت بخطط تخطيطات كيف انا بدي اشوف 10 مصانع كل مصنع اوزع عليه الكميات علشان بالاخير انا اصدر واوصل الكلام. بالاخير كل مصنع من المصانع اذا بدي اطلب منه اقل من كميه معينه علشان انا التزم بالدليفري تبعي حيزيد السعر تبعه، لانه بطلب منه كميه اقل من مليون، والهدف عندي اني اشتغل ان بارلل مش ان سيكونس، كل هذا الكلام. فالمصنع اللي عنده كاباسيتي عالي للتصنيع من اجل التصدير هذا مشكله. المشكله الثانيه البيمنت. اليوم احنا في منطقه كلها خوف، حتى المنصه لما بدي اتعامل مع المنصه هل المنصه راح تقبل مني اتعامل مع ال سي، اخلي البنك يتعامل مع ال سي؟ هذا الكلام اذا ما تم حله وعلاجه ستيل في عندنا مشكله كبيره. فاذا انا في عندي مشكلتين رئيسيتين، الدليفري تايم وللكميه الكبيره اللي انا حاخد عليها ديسكاونت كويس، والبيمنت ميثود اللي بتعامل معه لازم يكون شيء ال سي او ايكوال تو ال سي، اذروايز في مشكله عندنا في التراست ما بين الشركات. حتى لو بتعامل معها 100 مره حيفضل في الوضع الحالي والوضع الراهن في اشكال. تتذكر يا استاذ محمد لما عندما قلت منذ قليل هناك قاعده رئيسيه اتمنى من المشاهدين يحفظوها جيدا، وهي لا توجد قاعده ثابته في البزنس على الاطلاق. 100% هاي قاعده مهمه. ايوه احنا جينا دلوقتي بقى ان احنا دلوقتي في وقت الازمات تنعكس الامور يا استاذ محمد. نعم. يعني فعلا منذ شهرين مثلا، منذ شهرين
لما كنت مثلا نيجي نطلب كميه ماسكات من مصنع مثلا فيقول لك لا والله اللي افيلبل ان انا في خلال 10 ايام اديك 100,000 فقط. اقول له والله انا عايز مليون. يقول لي لا المليون ده هياخد له شهر ونص، لكن لو عايز ان انا ادولك في 10 ايام هيزيد سعره. يعني اذا حصل العكس، يعني عشان ازود الكميه بيزيد السعر. ولكن دعنا نقول ان هذه ظروف استثنائيه وليست دائمه او مستمره. دي رقم واحد. يعني الاصل عاده الاصل بل العكس يا دكتور، الاصل في الاستوك ان سعره بيرخص. بالعكس لما بيكون كل ما تزيد الكميه كل ما بيقل السعر، ودي حاجه قاعده ثابته. لكن دعنا لا ناخذ على الاستثناء. اما الجزء الثاني الاهم يا دكتور استاذ محمد حضرتك ذكرته فعلا، موضوع البيمنت. موضوع البيمنت هو موضوع مقلق لكثير من الناس، وانا متفق معك تماما. وعايز بس اوضح حاجه برضو يا دكتور يا استاذ محمد، لان حضرتك مثل كثير من الاصدقاء والاخوه الكرام، يعني كل ما نيجي نتكلموا على البيمنت يقول لك لا 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 بص امن حاجه ال سي. لا خلينا ندي نعرج الى هذا الامر في ثواني او في دقيقتين. احنا عندنا حاجه اسمها وسائل الدفع، يعني بيمنت ميثودز، وسائل الدفع. وسائل الدفع في التجاره الدوليه هي كثيره، لكن اشهرها اللي انا محتاج اخونا مثلا اللي بيشاهدنا او الاخوه اللي بتشاهدنا يعني على سبيل المثال يعرفوها. عندنا اشهر ثلاث طرق لوسائل الدفع. الطريقه الاولى الشهيره جدا هي التي تي، واختصارا لتيلكس ترانسفير، او بالعربيه يعني التحويل الحر. وهنقول مميزاته وعيوبه. وده عندنا الان يا دكتور جمال عندنا بائع ومشتري. خلي المشتري هو الاستاذ محمد والدكتور جمال، والبائع هو هيثم هنا في الصين، هيثم ساتشونجا زي ما بيقولوا يعني. فكل وسيله دفع من الثلاثه اللي هو التي تي، النوع الثاني اسمه دي بي او سي اي دي، النوع الثالث اسمه ال سي اللي هو المعروف او المشهور. طيب كل تاكد يا استاذ محمد ان كل وسيله من دول هي يعني يا اما في صالح البائع يا اما في صالح المشتري. خلينا نتفق على كده. طيب اشهر حاجه اما تيجي تتعامل مع الصين دلوقتي وبالذات في ازمه كورونا، 99% من المعاملات هي فقط تي تي. يبقى تعرف ان التي تي دي اصلح للمستورد ولا للبائع؟ بالتاكيد للبائع. لان البائع هو من يتحكم في بالظبط كده. وانا كبائع هنا في الصين الاحسن حاجه ليا التي تي، تحويل حر. يعني تحويل حر؟ يعني تقول لي يا هيثم انا عايز 100,000 ماسك، بقول لك والله ب 10,000 دولار. طب اعمل ايه يا هيثم؟ بقول لك اتفضل ادي حسابي البنكي، اتفضل حول لي. طب ما انا ما اضمنكش، اقول لك والله هو ده اللي عندي، انا اعمل ايه؟ هتحول لي الفلوس هستلمها الاول. انا ما اضمنكش يا استاذ محمد، سامحني انا بعتذر طبعا. انا ما اضمنكش يا استاذ محمد، انت انا اسف، انا فلوسي في ايدي، ابني في ايدي. يعني بالبلد المثل المصري بيقول ابني في ايدي، ليه اروح ادور عليه؟ يعني انا ليه اخاطر وابعت بضاعه وانا ما خدتش فلوسي؟ ليه؟ لا انا حضرتك اتفضل حساب البنكي، هتبعت لي الفلوس هبعت لك البضاعه. طب انت عندك مخاطر هنا، يبقى انا اامن حاجه ليا التي، انا كبائع التي تي اللي هو التيلكس ترانسفير. مجرد انت حولت لي الفلوس، بعد ما تحول لي الفلوس ممكن اقول لك استاذ محمد ثانك يو سو ماتش، ثانك يو سليتر، مالكش حاجه عندي. وارد يحصل. نعم وارد. فاخد. طب وبعدين؟ طب هنا الوقت في قلق ما بين البائع والمشتري، المشتري مش ضامن البائع على الاطلاق. فنيجي على النوع الثاني السكند تايب اللي هو اسمه الدي بي او السي اي دي. الدي بي او سي اي دي، الدي بي اختصارا لدوكيومنتس اجينست بيمنت، او سي اي دي الاثنين معنى واحد اللي هو كاش اجينست دوكيومنت. يعني ايه بقى؟ دلوقتي البائع المشتري اللي هو استاذ محمد مش مطمن لهيثم خالص، مش عارف انا نعم هيثم انا اعرفه، بس انا معلش عشان ابعت لك 100,000 دولار وبعدين ممكن تقول لي ده ما وصلوش ده حصل حاجه، ام سوري يعني ام افريد يعني اتس تو ماتش ريسكي يعني. ف البنك الدولي راح عامل حاجه ثانيه ترم ثاني سماه اللي هو الدي بي او السي اي دي. معناه ايه؟ معناه باختصار بالبلدي زي ما بقول عشان المثال يتضح، ان دلوقتي احنا اتفقنا على 100,000 ماسك واتفقنا على ثمنهم 10,000 دولار. فبتقول لي يا هيثم لو سمحت انا اتعامل بالدي بي او سي اي دي. اقول لك يعني ايه يا استاذ محمد؟ هتقول لي حضرتك هتشحن لي البضاعه والمستندات بتاع لان طبيعي انت كاستاذ محمد مش هتعرف تفرج عن البضاعه الا ما يكون معاك مستندات الشحنه. مستندات اي شحنه في العالم يا دكتور جمال اربع مستندات لا يقلوا على الاطلاق. أربعة نحفظهم، أربع أي شحنة سواء عن طريق البحر عن طريق الجو عن طريق البر، أي شحنة أربع مستندات في الكوميرشال في تريدينج. رقم واحد الكوميرشال انفويس الفاتورة التجارية.
رقم 2 الباكينج ليست بيان العبوه، رقم 3 الشهاده المنشا سيرتيفيكيت اوف اوريجين، رقم 4 بوليصه الشحن بيل اوف ليدنج. يبقى اي واحد من المشاهدين او الناس اللي بيتابعونا عايز يعمل شحنه استيراديه، هيستورد من امريكا لكندا، هيصدر من كندا للبرتغال، هيستورد من اسبانيا لكندا، هم بس. اربع مسندات ما يختلفوش بين اي بلد. فاللي بيحصل الاستاذ محمد هيقول لي يا استاذ هيثم لو سمحت جهز الاربع مسندات ونراجعهم مع بعض كويس، ما ننساش حته نراجعهم دي كويس، لازم نراجعهم كويس ونطبقهم وان كل حاجه تمام وطبقهم مع الكاستم كليرنس عندي في كندا، فاخد الكوبي فور كوبيز اعرضهم على المستخلص عندي او كمكتب التخليص او شركه التخليص الجمركي في اوتاوا او في كندا او مونتريال كندا مونتريال، ويقول لي اوكي ابروف، اوكي اطبع واختم. فاطبع واختم، الاستاذ محمد هيقول لي هيثم لو سمحت وديهم البنك بتاعك اللي هو بنك اوف تشاينا، وبنك اوف تشاينا هيبعت المستندات لبنك في بي او ام، عندكم بنك بي او ام، انا كان بنك اوف مونتريال صح، بنك اوف مونتريال ايوه هنا هو دي فرع هنا في الصين، وانا كان عندي حساب هنا في بي او ام على فكره يعني. فالبي او ام فبنك اوف تشاينا بيبعت المستندات للبي او ام في مونتريال، بس البنك اوف تشاينا بيدي ليتر معاه بيقول له يا بي او ام يو كان نوت ريليز ذا دوكيومنتس بيفور يو ريسيف ذا ماني تو اور سيلر. فبي او ام بيستقبل المستندات، الشحنه وصلت مونتريال عند الاستاذ محمد، استاذ محمد عايز يستلم المستندات من البنك، فالبنك يقول له سوري يو هاف تو جيف مي ذا ماني، انت مكتوب في ضمن المستندات الكوميرشال انفويس ان الفاتوره ب 10000 دولار، يبقى I cannot release the documents before you give me the money to send to China. فالأستاذ محمد يروح مديله العشر تلاف دولار وبعدين البنك يروح محولهم على الصين ويروح مديله المستندات. خدت المستندات أنا ضمنت، إذن هنا هذا نوع من التعاقد اللي هو الدي بي أو السي اي دي فقط يضمن المستندات. يعني بس هيظل عندنا نفس المشكلة، بس ما فيش ضمان للبضاعة بالظبط. هل لما انا اخد المستندات وافتح الحاويه هل هلاقي نفس الماسكات اللي انا عايزها؟ نو ده فقط نوع تعاقد، يعني تحويل من انواع التحويلات فقط بيضمن لان بعض الاحيان يا استاذ محمد برضو ممكن تبعت الفلوس بالتي تي للمورد والمورد يقول لك مش باعت لك المستندات. قال ليه كده يا عم عايز ايه؟ يقول لك والله ابعت لي فلوس تاني. ممكن وارد. نعم. فالدي بي او السي اي دي يعني بينجيك شويه، يعمل لك مور سيف في الحته دي. خد بالك كل ما هنسيب التي تي ونروح لانواع ميثود بيمنت ميثودز اخرى البائع هتبقى خطوره على البائع. يعني اول ما تطلع من التي تي انا هيثم كبائع صيني هبقى زعلان ومش مبسوط. ليه؟ لان وارد جدا ان في هنا ايه المخاطر اللي هتيجي على البائع انه يشتغل بالدي بي او سي اي دي، رغم ان عادي جدا ده عن طريق البنك يا سيدي وكل حاجه. لا في مخاطر هتقابلني يا دكتور، في مخاطر كبيره انا كبائع مش هعمله. على فكره بالمناسبه انا كهيثم ما بشتغلش دي بي ولا دي بي ولا سي اي دي بالمناسبه، يعني بقول لك على اونلاين. ليه؟ تحدي برضو بالمثال يتضح المقال. خلينا المره دي نخبط في الدكتور جمال. الدكتور جمال قال لي يا عم هيثم انا عايز حاويه ماسكات، وانا معلش تعرف في كندا فانا الظروف عندنا لازم يعني نخرج دي بي او سي اي دي او كده. اوكي يا دكتور، شحنت الكونتينر وديت المستندات البنك، المستندات وصل البنك. الدكتور محمد ممكن يعمل فيا حركه وحشه خالص، ممكن يقول لي سوري اي دونت نيد ات، مش عايزها. في حاجه تمنعه؟ مفيش حاجه تمنعه. فطبعا طب هفكرك بالمثل المصري، انا كبائع ابني في ايدي بضاعتي معايا، اسيب ابني ليه واروح ادور عليه بعد كده؟ فبالتاكيد انا كبائع سارفض هذا نوع من التعاقد. فيبقى رجعنا تاني لمربع صفر. يبقى دلوقتي الاولاني التي تي هو في مخاطر على المشتري، اما الدي بي اصبح في مخاطر على البائع. طب وبعدين يا جماعه نعمل ايه؟ قال لك تعالى نروح بقى للنوع الثالث اللي هو اللي قاله الدكتور سيد محمد اللي هو ال سي، او اختصارا الى الليتر اوف كريديت، أو باللغة العربية الاعتماد المستندي، وهو أشهر أنواع التعاقدات. شهرة فقط بالمناسبة، أيضا هو شهرة فقط لأنه قليل التنفيذ. ليه قليل التنفيذ؟ لأنه إجراءاته معقدة وصعب، وبعدين في لعب في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ شروط الـ LC نفسها. لو في أحد الطرفين مش experience جدا
في تعاقدات ال ال سي الطرف الثاني هينصب عليه ويضحك عليه. انا برحب بس بالاستاذ محمد فتحي عطيه، يعني احد اكبر المتابعين لي على السوشيال ميديا، يعني واحد من التوب فانز عندي، فاهلا بيك يا محمد. يعني لازم ارحب طبعا طبعا، واحد من التوب فانز يعني. ربنا يخليك. بشكر استاذ عصام، مشكورك جدا يا استاذ عصام. طيب النوع الثالث اللي هو ال ال سي او ليتر اوف كريدت او الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي لما حصل خلاف ما بين البائع والمشتري على التي تي والدي بي، قالوا لهم خلاص انتوا خايفين من بعض والبنكين كمان مش واثقين في بعض. ما هو اصبح لما في دخلنا في الدي بي البنكين نفسهم مش واثقين في بعض. بنك اوف تشاينا وهو بيبعت المستندات للبي او ام في كندا، ما هوش واثق ان البي او ام هيدي له الفلوس بتاعت العميل بتاعه. نعم. الو كده انا مش شايف محمد. سامعينك سامعينك. فاصبح بنك اوف تشاينا لما ارسل المستندات للبي او ام ما هوش واثق انه هيجيب الفلوس من البي او ام عشان يديها للسبلاير بتاعه او العميل بتاعه اللي هو هيثم في هذه الحاله او هيثم سايتشونجو. فاصبح البنكين كمان مش واثقين في بعض. طب في الحاله دي تعالوا بقى على ال سي. امال ايه الجديد في ال سي يا جماعه؟ الجديد في ال سي ان احنا هندخل طرف خامس في الموضوع. الاول كان عندنا البائع والمشتري في التي تي، وبعدين دخل البنك اوف تشاينا والبي او ام كطرفين. طب عندنا اربع اطراف، حتى الاربع اطراف مش واثقين في بعض، فهنضطر ندخل طرف خامس اللي هو الانترميديت بنك. الانترميديت بنك ده بيخش بيقول اوكي انتوا مش واثقين في بعض انه ممكن ياخد لا تعالوا نعمل حاجه، نعمل ال سي. ال سي في حاجه اسمها الريكوفابل ال سي، يعني كمان ال سي غير قابل للتعديل كمان، وبنتفق متى تسحب الفلوس. دلوقتي دكتور محمد دكتور جمال قال لي خلاص تعالى نتفق، انا عايز الكونتينر وعايزه ال سي. بقول له اوكي يا دكتور انا همشي معاك ال سي، بس لو سمحت من شروط ال سي ان انا لازم الضمان البضاعه يكون كفرد في الحساب بتاعك، كفرد في البي او ام، وبعدين انا هسحب فلوسي اول ما اقدم بوليصه الشحن. ده ضمان ليا. اوكي حسب ما نتفق في طبعا في شروط ال سي. لا ممكن حسب ممكن يقول لك لا والله يلتزم او يجب ان انا قبل ما البنك البسيط. طبعا اللي بيحصل ايه لما البضاعه بتتشحن، البضاعه في البحر خلاص راح على مونتريال من الصين من جوانجو، ببعت المسندات لبنك اوف تشاينا البنك بتاعي، البنك بتاعي بيروح باعتها للبنك الوسيط الانترميديت بنك، والبنك وبعدين البنك البسيط بيحتفظ بالمسندات عنده، وبعدين بيبتدي اثناء اجراء العمليه ايضا الاستاذ جمال الدكتور جمال بيحط ثمن البضاعه في الحساب بتاعه طبقا لشروط ال سي. البنك بتاع الدكتور جمال بيروح باعت الفلوس للبنك الوسيط، فكل حاجه تتجمع عند البنك الوسيط، الفلوس والورق. يقوم هنا البنك الوسيط يشوف ايه هي شروط ال سي. من شروط ال سي ان مجرد ما البنك الوسيط يستلم بوليس اصل بوليسه الشحن واصل الفاتوره واصل الباكينج واصل المنشا، يقوم يبعت الفلوس للبنك اللي هو البنك المورد. في الحاله دي البنك الوسيط بيراجع المسندات ثم على طول فورا يحول الفلوس الى بنك البنك اوف تشاينا البنك بتاعي. يبقى انا مش هستنى ان البضاعه توصل للدكتور جمال ويتحكم فيا يقول لي والله ممكن اخدها وممكن ما اخدهاش. اذا احدى مميزات ال ال سي. طب في مخاطر في ال ال سي؟ ايوه ما زلنا في مخاطر ال ال سي، ان ما زلنا ايضا حتى الان بنتكلم عن ورق وفلوس. فين البضاعة يا جماعة؟ هل البضاعة مطابقة أم لا؟ حتى الآن هيثم ال سي ملوش علاقة. اتفضل. أنا آسف طبعًا لو لا 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 بالعكس إحنا اللي آسفين. إحنا طبعًا فرق الوقت، إحنا مفطرين وخلصنا ومبسوطين، أنت لسه بداية اليوم عندك فالله يعينك. طبعًا فرق الوقت صباحًا عند الأستاذ هيثم، ومشكور كتير إنه بصدر رحب يعني أخذ أو استوعبنا في هذه ساعة ونص إنه معاه، يعني الله يعطيه العافية. أنا بدي أسألك، لا سمح الله طبعاً يمكن الأسئلة الأخيرة هاي راح تكون، صارت مشكلة، كيف شو بدي أسوي؟ كيف بدي أحلها؟ لمين ألجأ؟ هل الوسيط بيساعدني هون المكتب الوسيط؟ نعم بالتأكيد هو المكتب الوسيط هو يعني أساس الموضوع كله حقيقة. يعني بيجي لنا مشاكل كتير بندرس الحالة وبنشوف إذا كان فعلاً نقدر، لكن دعني أقول لك الصين يا جماعة، وأنا هنا بقولها من جوه الصين وأنا موجود هنا في من جوه الصين، الصين أنا أظن حتى الآن القوانين الصينية هي لا تحمي المشتري، لا تحمي المستورد. القوانين الصينية وأنا أقولها وأنا يعني جوه الصين يعني يعني
الصين لا تحمي المشتري، الصين هي تحمي البائع أكثر من المشتري. ولذلك حقيقة يا دكتور جمال عند لما بيحصل مشكلة بنضطر آسفين فقط إن إحنا نحلها عن طريق النيجوشيشنز، التفاوض. ما في حل غير التفاوض. في بعض الأحيان بيني وبينك طبعاً، أنا بيني وبينك بعض الأحيان أنا ساعات بستثمر القوة الإعلامية، ودي مهمة جداً. يعني في أكتر كان لسه حاصل موقف والله يا دكتور جمال، كان عندي 10,000 ماسك رايحين أمريكا لأحد العملاء، وديتها لشركة الشحن الصينية. شركة الشحن الصينية للأسف كان يعني ولد مش كويس، فيعني للأسف بدل ما يشحنها على طول على الفيدكس الأمريكي مباشر، راح شحنها بحري على تايوان عشان يوفر ماني ويشحنها من تايوان رخيص على الفيدكس. فطبعا مشكلة كبيرة لما يعني الصف عندي فريق العمل كلموه، ولا أنا سوري كان بيكنسل عليهم ديكلاين يعني كنسل عليه. لما أنا رحت له المكتب قلت له you don't know who is me tell me let me tell you، بقى خليني أقول لك بقى يعني أنا ممكن أعمل لك سوري يعني أنا. وهو للأسف ساعتها بسوء حظه إنه كان الماركت بتاعه في الميدل إيست. قلت له you can ask all your customers who is Haysom in China. أنا حقيقة استثمرت هذه الباور الباور الإعلامية، وقلت له وعملت فيديو. والله يا دكتور بعد ما عملت الفيديو I'm sorry، والله يا دكتور دفع فلوس البضاعة ضمان لحد ما البضاعة توصل. فإذا هي يعني حقيقة بتبقى مهارات تفاوض. طبعا انت حتى على مهارات تفاوض يبقى معاك يعني كروت قوة، ايه هي الكروت القوية اللي تقدر تستخدمها كده. فيعني حقيقة ما فيش غير التفاوض. وصراحة يعني مش اي واحد بيقدر يتفاوض مع الصينيين اذا ما بتعرف الكلتشر تبعهم وطريقة الحكي وحتى الكلام. صحيح. وكيف تضغط على الورقة الصح طبعا. يب. وكيف تعلي صوتك يعني. بالمناسبة هنا أحذر إن حد مثلا أستاذ محمد حصل مشكلة إن يجي هنا للمورد الصيني ويضربه، يعني لا تفعل هذا يا أستاذ محمد أبدا. يعني الكاميرات طبعا في كل مكان إطلاقا يعني، ولكن في مهارات يعني إزاي تعلي صوتك، إزاي تزعق، إزاي دي لها أوقات يعني. يب. طيب إحنا مثل ما حكى دكتور جمال يبدو إنه الوقت تداركنا، وبصراحة الموضوع يعني شيق بمقدار ما هو شائك يعني. فيعني خليني أنا يعني أختم بسؤال من عندي، آخر سؤال لي يعني. بعد الكلام هذا كله حقيقة بجوز 80% من اللي بيستمعوا خافوا يعني، صار الموضوع تجارة مع الصين، تجارة بتخوف، العمل مع الصين عمل صار عليه فوبيا الآن، وكيف أنا أتعامل مع عالم المجهول الآن، عالم مش بس المجهول كمان غير آمن نهائيا. احنا جبنا الناس عشان نطمنها ونحكي لها. أنا يعني آسف والله، أنا آسف والله محمد، بس أنا الحقيقة والله لا لا والله همشي أنا همشي أنا بشعر إن أنا بقول اللي أنا أراه والله يعني. صحيح. وإحنا الناس وإحنا يعني تاخد بالها أكتر من أنها تخاطر. نعم. يعني واحنا مهتمين انه الناس تشوف يعني تشوف الصوره بشكلها الواقعي الحقيقي، ما تشوف الامور بشكل مضلل. طيب ايش بتقول للناس اللي كانوا مقبلين على العمل مع المصانع الصينيه؟ بجوز بعضهم كان حاط خطط، بعضهم كان عامل اوردرز، وبعضهم كان بدا يشتغل في الماركت، والان صار عنده تخوف كبير جدا انه لا خلاص انا بالطريقه هاي حكنسل والغي كل المجهودات اللي عملتها. ايش بتقول لهؤلاء؟ والله فاينلي اخيرا يا استاذ محمد، فقط هو يجب ان يبحث عن كيفيه تامين الشحنه. احنا في فتره استثنائيه، كما ان طب انا اقول لحضرتك يا استاذ محمد، من قبل الازمه كورونا كان يعني 50 ممكن 40% من الموردين الصينيين كانوا بيتعاملوا بالال سي. عايز اقول لك ان الموردين الصينيين خسروا كثيرا من الاوردرات بسبب الان رفضهم تماما من يشتغلوا ال سي. فنفس الشيء يعني ايضا، لان دائما الانسان يبحث عن الامان يعني، سواء بائع او مشتري ويبحث عن الامان. فخلي عنصر الامان الاول نحطه هو الاساس. ثانيا باختصار شديد، حاول بالريكومنديشنز توصل يا اما لمورد يعني حد اتعامل معاك. وخليني حته الريكومنديشن دي خليني احطها بصراحه كعنصر مؤثر، ما فيش غيرها حاليا بصراحه. او ان انت ان شاء الله لما تنطلق المنصه ان شاء الله باذن الله نحاول احنا نضمن اكثر عدد من الشركات ونقدمه شركات المضمونه والشركات العربيه المضمونه، نقدمها ان شاء الله للناس عند حضرتك والتجار العرب.
ثانيا ممكن ان شاء الله لما الامور تفتح لما يجي هنا ويجي يزور يجي على معرض. انا اتمنى اللي يجي الصين دائما يجي على معرض. ليه؟ المعرض بيختصر لك مسافات رهيبه جدا، بيختصر لك اوقات كتير جدا. فتعال على معرض، ولما تيجي المعرض هتشوف اكتر من حد، واللي انت تستريح له وانت تتعامل معاه. يعني هذه بعض الشغلات او بعض الامور اللي انا ارجحها يعني ان شاء الله. يعني اللي ما راح كوانتوم فير هذا عباره عن معرض او هو ارض معارض بيصير بالصين، صرح معماري كبير بيصير بالصين مرتين في نصف ابريل وفي نصف اكتوبر. ويعني اللي بيروح مثلا بده يشوف شيء واحد، نحكي مثلا ادوات الطبخ او المطبخ او الهاي، يمكن يقضي الأسبوع كامل وهو مش مخلص كل القسم هذا. فمن حجمه من كبره يعني يعني إشي ضخم جدا فعلا. وإضافة لذلك في نفس الوقت بكون في معارض صغيرة أخرى موجودة ممكن تزورها إذا احتجت مور سبيشاليتي. وأكيد الإخوان والزملاء غاد الموجودين ممكن يساعدوا في التنسيق لهذا الشيء، لأنه بدي أذكر خلال المعرض أستاذ هيثم يمكن بصادق على هذا الكلام، بيصير كتير صعوبات في أول شيء إيجاد أماكن سكن. يعني زي الحج، كيف بيصير الحج في مكة ما بتلاقيش أماكن سكن، بتلاقيش سيارات تستأجرها، أو حتى يعني صعوبات كثير بتكون موجودة. فأكيد المكاتب هاي ممكن يكون عندهم علاقات إنهم يساعدوا في الترتيب لهذه الأمور. هيثم يعني أنا كثير ممنونة، كثير مشكور لك. المصريين أجدع. أنت من وين من مصر يا هيثم؟ أنا من القاهرة، يعني في قلب القاهرة، يعني في منطقة مصر الجديدة. أجدع ناس يا حبيبي. طيب بدنا نعطيك آخر دقيقة توجه رسالة للجمهور اللي بحب يسمع منك، تفضل. يعني لكل الجمهور العربي الذي يستمع إلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو إذا كانت يعني لا أعلم أصل الحديث، يعني 9 أعشار الرزق في التجارة. فلا تجروا، والتجارة فيها بيزنس حلو، والصين بلد حلوة جدا، والصين فيها opportunities كبيرة جدا جدا جدا. ولكن الأهم يجب أن تدرس وأن تتعلم كيفية استثمار والحصول على الفرصة باختصار شديد. حاول تاخدوا دورات وتعلموا واقرأوا وشاهدوا الحلقات التي تتكلم عن الاستيراد والتجارة وكيفية تأمين العمليات الاستيرادية. حاولوا تتعلموا تسويق ماركتينج، حاولوا تتعلموا ازاي تقوم بعمليات استيرادية ناجحة. هي دي اهم شيء. لكن الصين فيها منتجات بعشر ثمن الموجودة في كافة دول العالم. الصين عندها معدل تنافسية، يعني اكتر بلد رقم 1 او رقم 2 على مستوى العالم في معدلات التنافسية. فالبلد الصين فيها فرص كبيرة. انا مقيم في الصين يا جماعة، وبقول لكم مش هحجب الخير عنكم، بقول لكم والله فعلا البلد دي فيها خير كبير جدا. ولكن المهم جدا تدرس ازاي تحصل على هذا الخير بوسيلة آمنة وكويسة. تابعونا، اتمنى تابعونا ان شاء الله على منصة جو تشاينا الانطلاقة ليها الشهر القادم ان شاء الله باذن الله. يا رب نقدر نوصل لكم، نفتح لكم ويندو لاكبر عدد من الشركات العربية الامينة والمؤتمنة اللي تامن عليكم وتيسر لكم سبل التجارة الامنة مع الصين. شكرا جزيلا يا دكتور جمال على هذه اتاحة هذه الفرصة الجميلة، ومع الاستاذ محمد التميمي. شكرا استاذ هيثم، يعني شرفتنا وكانت معلومات قيمة جدا، وان شاء الله تكون يعني افادت كل المشاهدين واللي ما تابعونا اليوم في التسجيل. اكيد حيتابعوه وحيستفيدوا منه باذن الله. طبعا مرة ثانية باسم كنار تي في، باسم جميع من شاهدنا والجمهور، بنشكر هيثم طلحة من غوانزو بالصين. نشكره جزيلا على إعطائه هذا الوقت. طبعا يا حرام هو ما نمش لسه، فلا يمكن يروح يتمدد له شوي. من 3 ساعات ونص. الله يعطيك ألف عافية، مشكور كتير. بحابب أذكركم غدا بالبث المباشر، رح يكون الساعة 6، رح نتكلم عن موضوع السعادة مع المدربة ريم عناني.
الساعة 8 راح يكون عندنا أذان الإفطار، والساعة 10 إن شاء الله راح يكون معنا مقهى رمضان عن مسابقات وأشياء بتحبوها. خليكم معنا، حنكون نتكلم عن الرياضة، عن في معنا ضيفين حلوين كتير وقلوبهم دائما بتحبوهم، فكونوا معنا غدا وتصبحون على ألف خير. تصبحون على خير.